بالضبط عنده كاريزما تحياتنا شعره لابو كلش حلو. عراق اكيد خونا الكبير، تحياتنا له وان شاء الله يا رب يكون ضيفنا وتحياتنا لكل اخوتي اللي بالسماوه، يعني اذا بالحلقات الجايه. اذكرهم اكيد كلهم اكيد يحتاج لي الكل قائمه راح يكون وكلهم عندهم مبدعين. حصه الله يشهد اقلهم ابداعا. اكيد، يعني هذا من ذوقك واخلاقك. عقيل، انت مبتعد يعني انت ما عندك مشاكل؟ لا ما عندي مشاكل، زين، انت ما عندك مشاكل، سويت مشاكل؟ يعني مشاكل ويا الشعراء لو لا، يعني ما عندي، هي مو مشاكل، مرات اكو ابداء راي الناس تعتبره مشكله والمقابل يعتبره مشكله. ابداء الراي ما بي شيء، بس يكون بدون شلون؟ تجاوز. ابداء راي واحد يعني يعبر عن رايه، اكو ناس تعتبره مشكله، خصوصا يعني احنا هسه انا مجتمع اشوف متشنج مشكله اصلا. معينه او مثلا ما عجبني شيء، انا دا اتابع مهرجان شعري، دا اتابع لقاء تلفزيوني شعري ما عجبني، من حقي اني ابدي رايي، انزل مثلا بوست بالفيسبوك، ممكن اقدر برايك؟ اذا الطريقه مؤدبه وما تنتقص من المقابل، مثلا يكون واحد يشخص الخطا يقول هذا التصرف خطا، مو الشخص خطا. يعني مرات واحد، انا مثلا اليوم غلطت في موضوع معين، مو يجي واحد يحكي علي، لا خليه يحكي على خطئي، يقول هذا عقيل هنا اخطا وهنا توفق. اها، اي بس مو يجي يحكي علي يمسني الذاتي الانسانيه، لا ما يصير. شفت خطا في يوم من الايام ببرامج تلفزيونيه شعريه وابديت خطاك؟ نشوف اخطاء هواي، بس احنا مرات اذا قريبين الاشخاص من عندنا نقول لهم يابا هاي احلى، سوى هاي احلى من ذيك. ومرات لا، يعني في مره من المرات يجوز انا تسرعت ونشرت منشور بس فهم غير شيء. على احمد هندي؟ يعني هو مو على احمد بوجه تحياتنا الخصوص، إلك. يعني تحياتنا لاحمد هندي. شنو الموضوع صار؟ يعني الموضوع للاسف الناس اللي بالشارع قامت تلاقينا، شفت هذا الشاعر اللي يحكي على ذاك الشاعر، شفت شلون؟ هذا الشاعر، يعني البرنامج وصل مشاكل ما وصل قصائد. اها، انت اي وصل تقصد مشاكل ما من وصل برنامج احمد هندي كان مشاكل فقط شخصيه بين الشعراء وكانما تصفيه حساب واحد للثاني. وانت شفتي بالفيسبوك اللي صار، يعني اكو ناس وقفت ويا الشاعر الكبير غانم الفياض، واكو ناس وقفت ويا عريان السيد خلف، وصار سب وتجاوز على هلال الاسمين، اللي من جانب الشاعر غانم الفياض برأيك. واللي من يعني هذا على سبيل المثال. يعني احنا كشعراء ذول نشوفهم ذول اساتذتنا وهم ما لهم دخل بالموضوع، لكن أوكي. التصريح راح ينفهم غير شيء للجمهور. طيب عقيل، هو احنا خطأ عنه. هو خطأ مقدم البرنامج لو خطأ الشعراء اللي مثلا هسه انا عندي مشكله ويا عقيل، تمام، صح. اريد فرصه حتى احكي بيه بالاعلام، حتى اقول انه اني عقيل سوى بي فلان مشكله او سوى بي فلان موقف، اوكي، صحيح. فالموضوع يعني مو خطأ، اعتقد المقدم خطأ الشاعر اللي يقبل يحكي على زميله. انا اشوف الخطأ مشترك. شلون؟ مو خطأ، ما نبرر واحد، الخطأ مشترك. يعني انا افسح المجال، انت اليوم مقدمه، تقدرين تخلين اليوم اذا حاولتي كل جهدك، حتى لو انا احاول ما احكي على شخص راح انزلق واحكي بالله لا اراديا. كان الموضوع طرح اسم في سبيل برز مشكله عن هذا الشخص، وللاسف اخوتنا جلب نسبه مشاهدات على اليوتيوب. اي هذا انا اشوف هذا الـ 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 الغايه رأيك. الاولى ها. لان اللي يقدم برنامج شعر غايته يوصل الشعر، صح لو مو صح؟ اللي يقدم برنامج شعر شنو غايته؟ غايته يوصل الشعر لو غايته يوصل المشاكل مال الشعر. احنا قدر الامكان نحاول نخفي مشاكل الشعراء امام الناس، لانه الناس تحبنا وتقتدي بينا وهواي معجبين لنا. من اطلع اني بفضائيه واحكي على صديق الشاعر باكر ما حد يحترمني، تمام، وتقل قيمتي. ان شاء الله يا رب نشوف برامج شعريه جميله ان شاء الله. احنا شويه يعني دائما نتمنى هذا الموضوع وان تكون افكار جديده بعيده عن المشاكل وبعيده عن العتب. واتمنى ما يفهموني اخوتنا، يعني سواء برنامج توارد او كل اللي طلعوا برنامج توارد، هذا يعني يعتبروا راي وانا أكيد احترمهم واجلهم كلهم على وهو راسي. اكيد بس هذا راينا، زميلنا بالتالي وقال. نسمع احنا من حرصنا عليهم ومحبتنا لهم ما نريدهم يطلعون بهالصوره قدام الناس. رايك اكيد برأي. يحترم. ممكن انا خطأان، ممكن ان تكون ممكن. صح او ان الجمهور هو اللي يحدد هذا الموضوع. بيت الحرامي كبر،
بس للتنويه يعني خاف يقولون عقلي يحكي على البرنامج لانه ما اندعى او شيء. هاي اني ادهم عادل اتصل بي، تحياتنا له، تحياتنا اخوي ادهم، اتصل بي قال لي احمد يريد حلقه وياك، قلت له ما اروح. ويا من؟ ويا ادهم عادل، ويا احمد عندي. ادهم اتصل بي من صور الحلقه مالته. انت ما رحت؟ قلت له لا ما اروح. واتصل بي اخوي سيف الحلفي، شاعر سيف الحلفي، تحياتنا لهم، تحياتنا له. رفضت الدعوه؟ قال عقيل احمد يسلم عليك يقول ماكو اشكال اذا هيك. قلت له لا انا ما اروح. وراد ابو فتان هم يعرف بهذا الموضوع وهم كان على ألم بهيك، بس انا وصلت له بطريقه مؤدبه يعني قلت له لا انا ما انت اقدر. انت كنت رافض مبدا البرنامج، مبدا المشكله. اي يعني ماكو اي مشكله ثانيه؟ لا ما عندي مشكله، ماكو اي. بالعكس انا واحمد قارين بالعماره بال 2012 سويه وبايتين سويه. اوكي اعتقد اخذنا وقت يعني بهذا الموضوع، خلي نسمع بيت الحرام الكبر. اي اوكي راح انا اقراها بورقه طبعا. يلا اهم شيء نسمع. اي يقول بيت الحرام كبر. بيت الحرام كبر وبيوتنا صغيرة. بيت الحرام كبر وبيوتنا صغيرة، واللي يحكي حق ينكره واللي يسكت بحيرة. مات الوطن بالوطن من كان عندنا وطن. ولحد يقول لي ترى بس الله بيغيره. مات الوطن بالوطن من كان عندنا وطن، ولا حد يقول لي ترى بس الله بيغيره. وكل خمسة صاروا حزب، ممنوع نحكي بعد وممنوع نكتب بعد، والبي ملامح وعي محظور تفكيره. الله. وصالح عقر ناقته، صالح عقر ناقته بس غايته كبيرة. بلكت يذوق الشعب، هلبت يذوق الشعب، خاطر يموت الشعب ويعيش البعيرة. بيت الحرام وذهب وبيوتنا عقادة. بيت الحرام وذهب وبيوتنا عقادة، واسم الله صاير سهل والسادة مو سادة. الله. كل من يصلي بكتر، كل من يصلي بكتر، والفقرة دمهم نذر. أهل الخطوط الحمر فرشونا سجادة. الله. أهل الخطوط الحمر سوونا سجادة. احنا انتخبنا العجل، احنا انتخبنا العجل، بعنا درب موسى. احنا انتخبنا العجل، بعنا درب موسى، وخاملنا ليه للوطن طفينا فانوسه. خاملنا ليه للوطن طفينا فانوسه، وقائدنا حيل التهى، قائدنا حيل التهى، والله يعينه صدق يحسب ضحايا الفقر لو يحسب فلوسه. الله. مرات اذم سيدي شي ما وقف لصدق، مرات اذم سيدي شي ما وقف لصدق، ومرات عذره لان شريانه برا الوطن. مرات اذم سيدي شي ما وقف لي صدق، ومرات عذره لان شريانه برا الوطن. بهل الوطن ما يدق. الله. بهل الوطن ما يدق. انا بعراق التعب عايش هو بنص ماي. انا بعراق التعب عايش هو بنص ماي، زفن العمر للقهر زفت حزن للناي. الله. احكي لي وي مجتمع ما عاش لحظه وياي. بيت الحرام ضوى، بيت الحرام ضوى وبيوتنا مغمضه. بيت الحرام ضوى وبيوتنا مغمضه، سلمنا رقبة وطن للما حفظ عرضه. أذن حزبهم نهب، أذن حزبهم نهب، وتوضوا بخبزتي. وأذن حزبهم نهب وتوضوا بخبزتي، وكل من عزل فرضه. أوقف أوقف تراني شعب، أوقف تراني شعب، أنا مضمون وشكل. هو الذهب مو سوى، هو الذهب مو سوى، إيش معنى هالتفرقة ما بين تاج وحجل. اوقف تراني شعب. الله. انا مضمون وشكل. هو الذهب مو سوى، ايش معنى هالتفرقه ما بين تاج وحجل. لحد يسولف بعد اردحتش اللي بقلبي، لحد يسولف بعد اردحتش اللي بقلبي. الفقره دمهم عرض بس ما حصل عربي. سالوا يذان الفجر وفاضع لدجله غجر، والشعب ساكت قهر، والعالم الما حكى ثق ربه مو ربي. الله. مرات اذم الوطن ومرات اذم اهلي، مرات اذم الوطن مرات اذم اهلي. المهم ماكو مهم، خلي الحكي يولي. البلبيت الابيض شرب رديم علي صلي. الله الله عليك. الله. عقيل دائما تطرح امور جريئه بقصائدك، مثل بولايتنا، مثل بيت الحرام الكبر. تعتقد تسوي شيء لو مجرد تفرغ طاقه بقلبك؟ والله حتى لو ما اسوي شيء
هو موقف الشاعر لا ما عنده رسالة. أنا بإحدى القصائد أقول ما دام ماكو عشق شائل من مساهر، وما دام ماكو وطن، ما دام ماكو وطن ما أريد أظل شاعر. وينها هاي؟ هذه إن شاء الله جديدة. شو ما نسمعها؟ جديدة إن شاء الله. يلا إن شاء الله يعني جديدك الجاي راح يكون هاي القصيدة. إن شاء الله. حلو. إن شاء الله. لو ماكو حب ماكو سهر. إيه ما دام ماكو عشق شائل من مساهر، وما دام ماكو وطن ما اريد اظل شاعر. الشاعر لازم تكون عنده رساله. حلو. ويوقف وي ناسه، ما يوقف وي الساسه، يوقف وي الفقره، يوقف وي العامل. لا هم يعني لو ساستنا ويانا احنا هم وياهم. احنا وياهم، بس احنا للاسف الساسه بصوب واحنا بصوب. الساسه خلف الصبه، خلوا صبه بيننا وبينهم. خلوا صبه بيناتنا. صعبه مو؟ طبعا صعبه. صعبه. ان شاء الله يا رب نشوفهم يمنا. و باعتبار رسائل شوق برنامج شعر نريدهم ويانا، احنا كشعراء تنقصنا هواي امور صح؟ صح. تنقصنا منتديات، تنقصنا مهرجانات، الثقافة كلها بحاجة اليوم الى رجل سياسي مثقف يدعم الثقافة. ووزارة الثقافة اعتقد حتى قطعة منحة الشاعر صار صحيح. اكثر من سنة سنتين صحيح. صار سنتين الشاعر ما ياخذ منحة، يعني كان راتب الشاعر بالشهر 90,000، يعني كان ياخذ بالسنة 800 لو مليون. لا ياخذ مليون، مليون يقطعون كم ألف من عنده. 100 ياخذون منها اشتراك. اي ياخذون 100 منا ومنا. المهم تصفاله يمكن 900 800. صح. ال 900 وال 800 هم ماكو، فيعني نتمنى شويه يعني ينظرونا، مو بس الشعراء يمكن حتى الفنانين. الشعراء اغلب الشعراء اسكنوا العراق بابياتهم. بس العراق بس هم ما عندهم بيوت اصلا بالعراق. تذكر بوقت النزوح من 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 كنا نسمع حتى اعراس، كانوا ولد خاطبين بنات نسمع بالبصره وبالسماء. صح. وكثير حتى اربيل حتى. صحيح. كل محافظاتنا قوت كثير من الناس وزوجة. صحيح. كثير من الناس. صحيح. يعني هاي الوقفه يمكن تكفي، لكن نريد ناس توقف لنا. اعتقد ذولا يكفون. قول ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام راح نرجع لكم ورسائل شوق بعد الفاصل. انت شيت استهلك شهقه عوافي وخيبت ظني وصدق وياي ظنك. تضارني اروح لوين؟ رحت بكل مكان وسيفك بباب. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومستمتعين اكيد بالحوار وقصائد الشاعر عقيل العرب. الله يخليك. رجعت خوش رجعه. لقاء ومهرجان دولي نقدر نسميه؟ ان شاء الله. مهرجان عندك بإيران صح؟ ان شاء الله. مهرجان دولي بالشعراء من انحاء الوطن العربي تقريبا، من البحرين، من الكويت، جميلة. ومن الخليج ايضا شعراء دول اخرى. انا الحمد لله وشكر هاي السنه راح اكون ممثل للعراق. يا رب اكيد والنعم منك. اكيد حتمثل العراق خير تمثيل. محضر شيء لو بعدك ما كاتب للمهرجان؟ لا الحمد لله محضر شيء كاتب. ما عدا اللي جاي منا ياهن. اي لكن موجود محضر ان شاء الله. حلو. فرحان بهاي الدعوه. الحمد لله هذا نجاح لي. انا كنت اشوف الشعراء اقول اتمنى اخذ صوره بهذا الشعر، اشوفه يجي واخذ صوره وياه. حلو. الان الحمد لله قمت عندي اقرا وياه. حلو. وصار صديقي. خطوة حلوة. الحمد لله. إن شاء الله يا ربي نتابع هذا المهرجان، أكيد راح نشوفه بالسوشيال. هو ينقل بأربع قنوات فضائية. أوكي إن شاء الله. أنت راح تعنونها بصفحتك. إن شاء الله. صفحتك بهواية بها هواية هاليوم لمحتها. الحمد لله. بها هواية فانس. عين الحاسوب بها. أي عين الحاسوب. إن شاء الله الله يزيد متابعيك. أنت أكيد مبدع. الله يخليك. وخلي ببالك جمهور الشعر جمهور ما ينعد. صحيح. يعني أتحدى أي برنامج تعلم مشاهداته مثل مشاهدات. صح. الشعر. صحيح. يعني الشعراء هواي ومحبين الشعر اكثر. الشعر القوت اليوم للشعب العراقي. بالضبط. ومحبينه اكثر بهوايه. خل نسمع شو تقول. اوكي يلا. قبل ما نسمع اي انت محضر لنا اليوم شيء عمودي صح؟ اي النص العمودي موجود. مع العلم كانوا هم
يتهموك انه انت ما تكتب عمودي. اي هواي يقولوا لي انت ما تكتب النص العمودي بالعلم، يعني القريبين يعرفون من عندي انا اكتب النص العمودي هواي، بس لانه اغلب دعواتي اللي تصير بناء على قصيدتي التفعيله، يعني على قصيده التفعيله اكثر الدعوات، والناس فهمت عقيل على هذا الموضوع، فاروح اقرا التفعيله ولا كاتب هواي عمودي. يلا نسمع. ايش بعد ولقوا يصير المارض يصير؟ ايش بعد ولقوا يصير المارض يصير؟ وسير عجر في طولين وشراع، وسير علعفتهن. ايش بعد ولقى ويصير المارض يصير؟ ومدد عجر في طولين وشراع، وسير علعفتهن وارجع صغير، واجر خيط العمر من حلق الوداع. انا الطايح صلالة على البسامير، انا التانية فزعة تحرك القاع، وقت ما مشتهين وياه ما حير، اروح بذمة اهل القافلة متاع، اسلت ضلوعي وازقف شفة البير، الحكي ما بي ستر بفلوس ينباع، تلقيت الضحك ملقى الخطاطير، وعبرنا وصافح الماماد الذراع، ادور ليلي بعيون النواطير، سهر يعقب سهر عمر بهل انباع، طحت من عين روحي وقالوا صغير، وانا اسم الله تهل الماء، طحت 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 من عين روحي وقالوا صغير، وانا اسم الله تهل الماء توقع بساع، يا هضمتك لي بالماء ورا زير، وزحمع للهوى يرد طلبة شراع، الكريم يموت إذا حس عنده تقصير، العفيف الله اليوم ياكل روحه لوجاع، الكريم يموت إذا حس عنده تقصير، العفيف اليوم ياكل روحه لوجاع، تعنيت الشمس والروح كشمير، تعنيت الشمس والروح كشمير، تعنيت الشمس والروح كشمير، الوفى يمرعد بروح أصحاب ووجاع، مرات الوداد يصير تبذير، مرات الوداد يصير تبذير، على المابي محنة وعلى المابي محنة ولهفة ووداع، غصن طيب غصن طيب وعوافع للمناشير، الخذتني الرية تشتال نعناع، غصن طيب وعوافع للمناشير، الخذتني الرية تشتال نعناع، رسمت هلال دنياي بطباشير، رسمت هلال دنياي بطباشير، وشريت العيد للعنوان هم ضاع، التعب للغير التعب للغير سالوفة نواعير، المناجل والسنابل سالفة قاع، المناجل والسنابل سالفة قاع، التعب للغير سالوفة نواعير. ضيم هاي الصورة ضيم ناعور يتعب. والكشمير الكشمير بعد تعرفيه بالشمس بعد وين اكو حر منه. وصف كلش حلو. هاي القصيدة بقافيتين، ان اكو ناس تقول لي ما تكتب العمود، انا كاتب هواي بقافيتين، تقريبا 4 أو 5 قصائد بنفس الطريقة هذه، وكاتب قصائد اخرى عمودية. حلو، يعني راح نشوف بعد من هسه وجاي جديدة ان شاء الله، راح نشوفك بقصائد. احنا قد يعني قديمات موجودات، يعني مو جدد. ها موجودات بس مقارين، لان انت دعواتي اثناء يعني تصير بناء على قصيده التفعيله اللي اكتبها انا، اغلب الدعوات اللي اروح بها المهرجانات الناس عرفتني، يعني عرفتني شاعر تفعيله، بس انا العمود لا اكتبه. حلو، ترتاح بي اكثر؟ اكثر ارتاح، القى نفسي بي. حلو، يعني اعتبرهن ذاتياتي، يعني اللي خاصات بي، من اريد اكتب قصيده العقيل عقيل نفسه القى نفسي هنا، يعني تسرد تسترسل إيه؟ تحكي ألقى المفردة مفردة تهلل هي. بينما يمكن يعني القصيدة يعني مرات الـ القصيدة الثانية تكون تحكمك يمكن بوزن، لا تحكمك ب يعني القصيدة التفعيلة هذا موضوع مهم، يعني بحسب علمي يعني وتجربتي، احنا ما دام اخذنا من هالقالب اللي هو العمود الموسيقى هاي الحلوة، ما دام جردنا هاي القصيدة من موسيقتها لازم نضيف لها اشياء تعوضها تعوضها، واللي هي اللي يمكن الرمزيه الغموض، يعني ثقافه نضيف لها اكثر، نضغطها صوريا، المجازيه الاختزال، الاختزال مهم بالقصيده التفعيل، بقصيده التفعيل، والا هي بدون وزن ويصير سرد بها يصير حكي، يعني سوالف صح، بلاغه البلاغه الايحاء، يعني ثقافه الشاعر المفروض ان تبرز خلال هذا الناس. صحيح، يعني لابد من هذا الشيء ان شاء الله، يعني تعويضا نعوضها، ناخذ موسيقتها نعوضها بشيء ثاني، بالاحساس بالصوره، بس هي اكيد راح يظل بها ايقاع. اي صحيح، يبقى ايقاع، يظل بها ايقاع. عقيل العرض شنو امنيتك؟ هواي الاماني نسولف بهن عادي. امنيتي يكون عندي بيت بلدي وأعيش ويا عائلتي، ويعني أحصل تعبي اللي تعبته
اللي بعمري يعني كدراسة وكصعوبات اللي واجهتني بحياتكم أوصل مرحلة أنه أحس بنفسي مرتاح، الحمد لله مرتاح حس، لكن ركض أكو بالموضوع. ركضة بعدك صغير بيها ركضة هسه؟ أي ركضة، هواي ركضة، ما يخالف يجوز بعد كم سنة ترتاح. الله كريم، لازم إحنا شباب طبعا. هو البيت حق، مو أمنية، حق لكل بالضبط. شخص صح، لكن إحنا للأسف قلنا نتمنى يعني أمنية. ان شاء الله، ان شاء الله احلى بيت على الشارع العام بركه. الله يخليك، افتح منا محل. بعد شنو امنيتك؟ امنية العراق يرجع يعني يا رب. يرجع يعيش فتره حسب ما يسولفون، احنا ما كنا عايشين، يقولوا لنا بالسبعينيات والستينيات حلوه كانت. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله حلوين ان شاء الله. عقيل، نسمع شيء اخير منك. اي أنا وياك واحد يم الآخر ضاع، أنا وياك واحد يم الآخر ضاع، لا موعد يلمنا ولا يطشنا وداع، علي بعيد بس الشوق بي بعيد، ولومك ليش الحكم شامر بين الغيم وأهل القاع. الله. أنا وياك واحد يم الآخر ضاع، لا موعد يلمنا ولا يطشنا وداع، تشح وتيمم بذكراك من نشتاق، وغرب وانحدر صوبك صلاة شراع، علي بعيد بس الشوق بي بعيد، ولومك ليش ألومك ليش الحجم شامر بين الغيم وأهل القاع. بي هواي منك، بي هواي منك، بس أقول أنعيب عتب مدفون وظنون على ستشة غيب. شسولف لك، شسولف لك ولك كبران، بين وبين المراية سوالف شير. الله. شسولف لك، بي هواي منك، بي هواي بين المراية، بي هواي منك، بس اقول انعيب. الله. عتب مدفون وظنون على ستشة غيب، شسولف لك ولك كبران، بيني وبين المراية سوالف شيب. العمر مستثقل بروحي يريد يروح، يا ليش تعنيتك غشيم شطوط واستاهدت يمك قيش، يا قلب الماي، يا قلب الماي يا بارد، اخذني جفاك اصيح صيحة الغرقان، أصيحك صيحة الغرقان، وتلثم بخورة مستحى وعقويش، يا البايع سواليفك شلونك بيش، الله. يا البايع سواليفك شلونك بيش، يمر طرواك وتهندم سوالف بيك، ومر طولين وتمشاك وانا ادريك ما موجود، واقول تعود، اقول تعود، البروحة شريعة ايتان جيت جود، الله. البروحة شريعة ايتان فزعت جود، الله. مر صفن وفرزن ياهو لمتانيك، ومر صفن وعاين يا درب مسدود، وما تعرفني حقك، ما تعرفني حقك، شي رخيص وياك انا الطاح بشليلك قبل لا ينقال، وتلولح قبال عيونهم عنقود، انا قبالك اتيه يا طبع يرضيك، واحس بروحي كل شي وكل شي ما احس بيك. الله. اخف وياك، اخف وياك، اخف وياك، واتعدى التفاهة وياك، وتمثقل على الخلون فوق الراس، وغني لك غنى اهل اليوم وانا بقلبه حسافة ياس. الله. من اشوفك، من اشوفك جاي لي بروحي تلتم ناس، وارسم بي عيدين وعرس معدان، افورق هوة بدوي، افورق هوة بدوي بحضنك البردان، افورق هوة بدوي بحضنك البردان، ولو ما بيك من سوالف الفنجان، بس هواك. الله. انا وياك، انا وياك، غيمة وقاع، لا موعد يلمنا ولا يطشنا وداع. الله. الله عليك. الله الله الله. انا وياك واحد يم الاخر ضاع، لا موعد يلمنا ولا يطشنا وداع، انا وياك غيمه وقاع. شلون مال قوري؟ شلون مال القهوه؟ قوري القهوه، القهوه اي حبيتها كلش. وفور قهوه بدو بحضنك البردان. بعد عقيل العرض، بعد ايش نحكي؟ الله يخليك. لا انت كلش، اني كلش فرحانه، انا جدا ممتن للدعوه حقيقه. أخت رحمين، أنت غالية الله يشهد، فدوى لقلبك، ويجوز هسه راح يزعلون علي كم شخص دعوني قبل فترة وما رحت. لا إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. ما عندي وقت كان يعني، واعتذرت مع العلم، هي فرص هاي المفروض أستغلها، بس ما إن شاء الله، إن شاء الله. أنت حظك حلو، حظي حلو. أكيد أنا مود أشوفك. أكيد أني سعيدة بوجودك وفخورة بيك، راح تمثل العراق خير تمثيل، تروح وترجع بالسلامة. الله يسلمك. تنطينا أخبارك دائما إن شاء الله، وما تقصر بالإعلام، وما تقصر بالناس اللي تحبك إن شاء الله، اللي دائما تسمع جديدك. شكرا لك جزيل الشكر. انا اشكركم وممتن منكم، ويا رب التوفيق لهذا البرنامج اللي اراهن عليه راح يكون ناجح ان شاء الله. فدوى لقلبك عيوني، وممتن من هذه الدعوه، واتمنى ان تكون الاستضافات القادمه
الناس ان شاء الله نحبهم وناس يا رب ما طالعين يعني هنا ان شاء موجودين. الله يا رب ان شاء الله. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقه هذا اليوم، اشكر المخرج المبدع ليث ماهر واشكر اكيد المصورين وابو الصوت فارس ليث بالله قل لي الاسماء اوكي كل الكادر شكرا جزيلا لهم واشكرهم طبعا ان شاء الله كعادتي تعبناهم اليوم ويانا لا اكيد تعبك راحه كمل الباقي فدوى لقلبك. مشاهدينا الكرام نشوفكم في حلقه جديده من رسائل شوق الاحد الجاي مع الف سلامه. انت شيت استهلك شهقه عوافي وخيبت ظني وصدق وياي ظنك تضارني اروح لوين رحت بكل مكان وسيفك ببالي شكلي لوق لك بس عندك ازمه ذوق اللي يغرد لك عمر ما تعرف تسمعه.